قصف لا يكاد يتوقف على الأحياء السكنية في مدينة تعز، لا أهداف عسكرية هنا، ولكن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية مستمرة في إرسال قذائفها على هذه الأحياء. على مدى الساعات الماضية كان حي بير باشا في شمال مدينة تعز هدفا لقصف بمختلف أنواع القذائف من المواقع التي تسيطر عليها الميليشيا في شمال المدينة. يجول هؤلاء الأطفال وسط الأنقاض التي خلفتها قذيفة كاتيوشا أصابت منزلهم وألحقت به خسائر مادية كبيرة. ثلاثة من سكان المنزل كانوا في هذا السطح قبل أن تباغتهم تلك القذيفة فتدمر أجزاء منه وتصيب اثنين من سكانه، أحدهم سامي محمد صالح الذي يتلقى العلاج في هذا المستشفى. أشوف الوليد طالع أتحمله وأجي ينزل أشوف الدرجة قدامي مكسرة. لا يتوقف الأمر عند الإصابات والأضرار المادية، ولكن يتعداها إلى الوضع المقلق الذي يعيشه سكان أحياء مدينة تعز، وجميعهم يترقبون قذيفة تصيب منزلهم اليوم أو غدا كما أصابت المئات من المنازل خلال الفترة الماضية. يقف ما تبقى من مشافي المدينة شاهدا على الحال المزري التي آلت إليه حال مدينة تعز جراء حرب العصابة الميليشياوية عليها منذ أكثر من عام ونصف. وفي ظل وتيرة القصف المتواصلة للمدينة يواصل الناس حياتهم بالحد الأدنى من الإمكانيات، لكن ثمة إرادة للبقاء والانتصار.